انترفيو. اهلا وسهلا، عودة من جديد لموصلة الموعد معكم في اكسبريسو. مازال نواصلوا في حواراتنا وتدسويت باش نتحدثوا على امكانية لتوقف مشروع وطني، مشروع الماد اللي فما امكانيه لتوقف المشروع هذا حسب التدوينه اللي كان شرها النائب بالبرلمان وعضو لجنه الطاقه في البرلمان النائب محمد علي فنيره. معنا مباشره، خلينا نسمعوا من عنده شنو اللي قاعد يصير بخصوص مشروع الماد. صباح النور سيد النائب، اهلا وسهلا. صباح النور، صباح الورد، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف. مرحبا بك سيد النائب. الماد مشروع وطني اصبح معطل بقيمه 4000 مليون دينار. وزاره الفلاحه ترفض تسليم قطعه ارض دوليه بسبع هكتارات في منطقه خنقه الحجاج لفائده استيك. هذه ستاتيو اللي كنت هبطتها على صفحتك الرسميه على فيسبوك تتحدث فيها على المشروع هذا. لو كنت تعطينا تفاصيل شنو اللي قاعد يصير بخصوص مشروع الماد، خاصه وانه ثم حديث كبير من طرف وزاره الصناعه والطاقه ومن طرف المختصين في قطاع طاقه المتجدد على أهمية هالمشروع هذا. يوم الثلاثاء كنت كان هبط تدوينة. التدوينة ذي جات على إثر زيارة قامت بها لجنة متكونة من أعضاء من الفلاحة من أملاك الدولة من ستيك، وكان موجود بعض مكونات المجتمع المدني اللي مرين بالصدفة من غادي. وأجمعت هذه الزيارة كوني هذه الأرض خصبة ولا يمكن تمكين ستيك ولا وزارة الصناعة من هذه الأرض لاستغلالها في هذا المشروع الوطني. أنا نحب نرجع للمشروع بتفاصيله. راه مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا، هذا باش يساهم من جهتين في التصدير والتوريد. ويتكون المشروع هذا من خط باش يربطنا بين تونس وإيطاليا، بين منزل تميم وصقلية في إيطاليا، وفيه محطة فرعية على مستوى جرومباليا اللي باش تربط جرومباليا بكوندار وكوندار بالجنوب التونسي. ومن تو تربط جرومباليا بمحطة المرناقية تقريبا على بعد 51 كيلومتر. دونك المحطة نتاع جرومباليا هي محطة فرعية، لكن باش تكون تربط تونس وتربط الجنوب التونسي وتخرج المنزل تميم باش نعملوا التصدير. اليوم كي نسمعوا الفلاحة ما وفقتش على حاجة كيف هكا، نتأسفوا، هذا مشروع وطني والمشاريع الوطنية نشجعوها، ما نعملولهاش تعطيلات، خاصة وأنه كل معناتها الأموال رصدت من طرف وزارة الصناعة ووفق عليه في جلسات في البرلمان، معناتها تم التصويت عليه في البرلمان بتعلة كون هذه الأرض أرض خصبة. ممكن نحب نرجع عليها الأرض هذه. للأسف أنا الأرض هذه نحن باش ناخذوا منها 7 هكتارات والأرض بكلها فيها 950 هكتار على ملك تعاضدية خدمات غادي موجود. الأرض خصبة يتم منها قلع 20 هكتار من الكروم من 70 هكتار موجود، يتم قلع تقريبا 900 زيتونة، والبارح كان موجود عاد المنفذ وتم حسمهم بدون رخصة. الغابات زحفت على هذه الأرض، معناتها تقريبا نصف الأرض زحفت عليه الغابات، ما عادش فيها زيتون ولا فيها أشجار غابية. اليوم هل من أولى من الفلاحة كوني تهتم بهذه الأرض وإلا تمنع ستيك باش تعطاها 7 هكتارات؟ هذه الأرض لمدة 20 سنة تطلب من وزارة الفلاحة تمكينهم من سونداج باش يخدموا 950 هكتار، وفي كل مرة ترفض وزارة الفلاحة مدهم سونداج. واليوم كي نطلبوا قطعة الأرض نوليو نحكيو على خصبة كان عطيتهم الماء، خصبة كان أنت ساهمت باش تولي خصبة. أما اليوم وزارة الفلاحة، سامحني باش نستعمل كلمة، لا ترحم ولا تخلي رحمة ربي تنزل. سمعني سيد النائب، اللي قاعد نفهم فيه من الكلام اللي قاعد تقولنا فيه ولهنا، خليني باش نطلب هاو في المباشر، وزاره الفلاحه كان عندها توضيح حول هذا الموضوع، ماذا بينا يكون فما تدخل لتوضيح هذا. اليوم اللي قاعد نفهم فيه من كلامك اليوم انه المشروع معطل، مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بسبب رفض وزارة الفلاحة تسليم قطعة الأرض هذه بمساحة 7 هكتارات من قيمة أرض جملية مساحتها 950 هكتار. بالضبط. بربي نحب نثبت سيد النائب معاك بعض التفاصيل. اللي رفض التسليم وزارة الفلاحة والوزارة مباشرة ولا مندوبية جهوية؟ خليني نفهم معاك شنو اللي قاعد يصير، وهل الأرض هذه هي أرض على ملك الدولة ولا أرض على ملك فلاح معناتها قطاع خاص؟ خلينا نفهم معاك شوية العملية شنو اللي قاعد يصير. هي أرض 950 هكتار على ملك أملاك الدولة.
على ملك أملاك الدولة. أملاك الدولة معناتها على ملك الفلاحة. أملاك الدولة هي من أملاك الدولة الفلاحية. واضح. خليني نقول. وهذه متوغتها على وجه الفضل مش حتى على وجه الكراء، على حد ما بلغني بيان سور أنا نعاود في المستغلين نتاع الأرض اللي غادي. متوغين على وجه الفضل يخدموا فيها مجموعة تتسمى تعاضديت سيدي مسعود. وتعاضديت سيدي مسعود هذه فيها سوء تسيير كبير. لذلك تم الاتصال من طرفي بالسيد وزير الفلاحه وامر بحل الهيئه المسؤوله على سوء التسيير وتعيين عضو من سيار ديا نابل عضو من الوزاره وعضو من القباضه في الماليه لتسيير هذه التعاضديه وانطلقوا في اشغالهم عندهم 15 يوم بالضبط. دونك نحن هي ضيعه متهمه بسوء التسيير. واضح. اي اليوم انتم اتصلتوا بوزاره الفلاحه بسبب الوضعيه، خلينا نقولوا بسبب وضعيه تسيير هل 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 هالضيعه هذيا. اليوم وزاره فيها سوء تسيير وثم زاد سوء الفلاحه اليوم كي طلبوا منهم زاد هما باش يعطيوهم سنداج باش يخدموا 950 هكتار الاجابه كانت بالرفض. معناتها نحن هذه ملك دوله، معناتها حتى كي باش تعطي فيها سنداج راهو باش نخدموه، ما عادش باش تخدم باش تخدموا التراب هذايا وتعطيه. اليوم زاد من 950 كتار 7 كتارات راهم ما يمثلوش حتى 1%. وهذا مشروع وطني وهذا مشروع لازم تقف فيه التوانسه كل. اليوم ناكد انا على اهميه الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده. راهو هو حل بديل للتوجه العالمي في تقليص الانبعاثات الكربونيه. اليوم حمايه المناخ تدخل. اليوم حتى ثم نقص في الدعم في الفاتوره نهار اخر كي نمشيو في هذايا. أنا أدعو كاتب الدولة للطاقة للتحرك العاجل لفض هذه الإشكالية، وأدعو أيضا وزير فلاحة للتحرك العاجل ولمد كل المشاريع الوطنية بالتراخيص في استغلال الأراضي. راهو مش معقول اليوم نحكيو على سبيتار في القروين عام ونص باش نعملوا له تخصيص، ومش معقول اليوم نرفضوا قطعة نتاع نقول لك اليوم الشريك الإيطالي اللي مشارك معنا في النصف في هذا المشروع لقد تم تمكينه من كل الرخص تقريبا 40 رخصة وحتى عنده 1500 شجرة سيتم قلعها لإحداث المحطة في إيطاليا. أكثرش من هذا ما هو ما يفهموا معناتها الشريك الإيطالي هو من جهته متقدم في المشروع. نحن الشريك التونسي إلى غاية اليوم لم تنطلق ليزابيل دوفر ولا طلبات العروض من 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 ناحيه معناتها المحطات الى غايه اليوم لم تنطلق لان لم نتمكن من تخصيص قطعه الارض. يعني المشكل اليوم مرتبط بانه وزاره الفلاحه توافق على تخصيص قطعه الارض هذه وتسليمها لاستغلالها. تسليمها ايه. اليوم نحن ما شفناش حتى حاجه مكتوبه لكن كنا موجودين معاهم في في اللجنه اللي عاينت وللاسف هذا سمعناه من اللجنه اللي عاينت. انا حاجه برك نحب ناكد عليها اي تغيير في قطعه الارض راهو تغيير في الدراسات وراهو تغيير في ليتود دونفيرونمون راهو ينجر عليه تغيير في ليتود امباكت راهو ينجر عليه تعطيل بسنه او اكثر. وهذايا كان تحبوه ما يوليش مشروع معطل يجب تخصيص قطعه الارض. ثاني حاجه باش نحكي عليها المشروع هذايا راهو كي وصل للمجلس النواب وعدينا اول قرض في سنه 2023 كان الكلفه الجمليه للمشروع تقريبا ب 965 مليون اورو. الان عندما عدينا بقيه القروض ووافقنا عليهم في مجلس نواب الشعب اصبحت كلفه المشروع 1014 مليون اورو. اليوم نحكيو تقريبا على 170 مليار زياده في كلفه المشروع، واي تعطيل اليوم راهو زياده في كلفه المشروع وفي كلفه المشاريع اللي في تونس كل. اليوم انا من جهتي ساعمل في مجلس نواب الشعب على حط قانون يمكن الدوله بتسهيلات التامه لاستغلال الاراضي الفلاحيه للمشاريع الوطنيه فقط. واضح واضح سيد النائب، واضح اليوم هذا اشكال مطروح حقيقه وننتظر انا في المباشر نوجه الدعوه لوزاره الفلاحه للتفاعل معنا للتوضيح حول هذا الموضوع والاكيد تو يوضحوا ونسمعوا ان شاء الله من عندهم التوضيح حول الموضوع هذا. شكرا لك سي محمد الليف نيرة عضو لجنه الطاقه بالبرلمان ونائب بالبرلمان على التوضيح حول هذا الاشكال اللي صاير اليوم تقريبا
إشكال يتمثل في أنه إمكانية التوقف ولا التأخير انطلاق مشروع الميد للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من الجانب التونسي بسبب قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات بجهة غرومبيليا حسب ما يقول السيد النائب، وأنه وزارة الفلاحة رفضت مد استاج بقطعة الأرض هذه بتعالة، وأنه أرض خصبة ولا يمكن تفويت فيها لاستغلالها في نشاط آخر غير النشاط الفلاحي. للمتابعة الموضوع هذا كما قلت المجال مفتوح لوزارة الفلاحة للتوضيح حول هذا الإشكال، وخلينا نسمع وجهة النظر نتاعهم ورايهم في الموضوع هذا. هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا معكم اليوم في إكسبريسو، غدوة إن شاء الله يرجع وسيم بالعربي لمرافقتكم كما العادة من 7 لـ 9 في إكسبريسو. الموعد يتواصل بعد قليل في حديث في البزنس. شكرا لك من السيسي في الإخراج، وسليم بن عمار في إخراج صورة لتوصلكم على شين يوتيوب وبايج فيسبوك إكسبريس أفهم. كل حواراتنا تلقاوها مرة رواد بالفيبوان غاديو إكسبريس أفهم .com، وإلا تلقاو تسجيلات الفيديو سواء على البايج فيسبوك إكسبريس أفهم ولا على شين يوتيوب إكسبريس أفهم. وسمع الحكيري نقولكم في الأمام.